النهارده احنا هنتكلم عن موضوع الناس كلها للاسف، مش كلها، معظم الناس اللي بيتخاصموا واللي بيبقى فيه مشاحنات بيوصلوا له، اللي هو الفجر في الخصومه. بيوصلوا لايه؟ بيفضحوا بعض، بيعايروا بعض، بتوصل لدرجه انه بيقطعوا بعض قطيعه، انه الابن يقطع امه او الاخت تقطع اختها او وحاجات كتيره جدا. فاحنا عرفنا انه في الاسلام حاجه اسمها آداب الخصومه، يعني حتى لو اتخاصمنا ما ينفعش نتعدى حدود معينه. يعني انا عايزه اسال حضرتك فضيله الشيخ، حضرتك بتشوف اكيد فكره الفجر في الخصومه دي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. الحقيقة الإسلام جاء لربط العلاقات بين الناس لا لتقطيع العلاقات بين الناس، ولذلك ركز الإسلام تمام التركيز على عدم وقوع الخصومة بين الناس، بل إن الإسلام حارب كل الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في الخصومة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، مثلا يعني، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالقرآن الكريم نهى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم، لا 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 ولا يغتب، في شوية كده، ولا يغتب بعضكم بعض، لا يسخر قوم من قوم عسى أن عسى يكونوا يكون خيرا خيرا منهم، منهم، ولا ولا نساء نساء خيرا من ونساء نسائهم عسى عسى يكون يكونوا خيرا خيرا منهم، ولا منهن، تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا وتنابزوا بالألقاب، بالألقاب، بئس سلسم الاسم الفسوق الفسوق بعد بعد الإيمان. الإيمان. كل الأوامر دي بقى، النواهي دي اللي ربنا بينهانا عنها، كلها عشان تمنع أسباب الخصومة، الأسباب التي تؤدي إلى الخصومة، الأسباب التي تؤدي إلى التقاطع ما بين الناس أو التدابر بين الناس. كذلك نهى الإسلام عن التحاسد، قال: لا تحاسدوا لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. إذن المقصد جمع الناس وليس المقصد تفرقة الناس. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، مش يقول الحسن، بص في كلمة حسنة أحسن. كويس، قول بقى الأحسن. فأنا لما أجي أتكلم مثلا أدور على الكلام، أنا كنت هقول مثلا، هقول لحضرتك مثلا إيه يا أستاذة دعاء، ده حاجة كويسة. طيب أنا ممكن ألاقي وأنا بناديكي إن أنت بتحبي منادى مثلا أم مختار، أم محمد، أم كذا، فأنا أقوم أعمل إيه؟ أدور بقى على الحتة الأحسن وأناديكي بيها وأتكلم بيها. فأنا لو هقول لفظ، والقرآن عمل كده ليه؟ عشان ما يخليناش نتسرع في الرد أو في الكلام. يعني حضرتك بتكلميني فما تسرحش وروح مدافع على طول وردد على طول، ادور اقعد افكر انا هقول لك كذا، لا طب خلي الجمله دي احسن من الجمله دي. حتى وانا بكتب مثلا على الواتساب او غيره، فانا بدل ما اقول مثلا جمله ما، ادور على احسنها واقراها بعد ما اكتبها عشان خاطر لما ابعتها تبقى كويس. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ليه بقى؟ عشان يمنع الخصوم. اذن ليس هناك في الاسلام ما يسمى بالخصومه إلا إذا كان هناك سببا شرعيا لها. إيه السبب الشرعي تتخيلي أو تتوقعي؟ يعني إيه السبب الشرعي في الخصومة؟ إيه؟ إني واحد وقع في معصية، بيرتكب كبيرة من الكبائر، فأنا واحد مثلا والعياذ بالله، واحد ابنه أو أخوه أو كذا، فأنا بقول له أنا مش هقدر أتعامل، شوفي، أتعامل معاك طول ما أنت بتعمل القصة دي، أنت تقع في الفاحشة ومعروف وبيتكلم في الكلام ده، اقول له انا ما اقدرش اقعد معاك ولا اتكلم معاك طول ما انت بتعمل الكلام ده. فانا عملت نوع من انواع المقاطعه وليست المخاصمه. وليست المخاصمه ليه؟ لان لسه ما زال انا مطالب مني ان انا ادعوه الى الله سبحانه وتعالى وادعوه الى ترك هذه الايه؟ المعصيه. مثال، انا مثلا اكتشفت ان ابني بيعمل خطا ما معين، فاقول له انا لا هقدر اقعد معاك على سفره، ولا هقعد اتكلم معاك، ولا انت في طريق وانا في طريق، انا مش هقدر اتعامل معاك بالطريقه دي، ماشي؟ لكن مش معنى مش هتعامل معاك بالطريقه دي ان انا انعزل عنه خالص، لا، ده انا هبدا اقول له إيه، بطلت ولا لسه، لا امتنعت ولا لا، بطلت دي ولا لا، بطلت دي ولا لا، لغايه لما يمتنع عن هذه الايه، عن هذه المساله. وهذا له تاصيل في الشرع. الثلاثه الذين خلفوا عن غزوه تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم، قال: ونهي عن كلامنا. هم الثلاثة ليه بقى نهى عن كلامهم؟ لغاية لما يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن فعل هذه المعصية. يبقى ده نوع من أنواع التأديب، مش نوع من أنواع الخصام.